هذا يسأل عن في بعض البلاد فيه ساحة يصلون فيها على الجنائز، ثم جاء رجل وبنى فيها نصبا، بنى فيها نصبا، نقول هذا النصب يهدم لأنه منكر، هذا النصب يهدم لأنه منكر، ويقول إن اللي بناه يقول إني رأيت في المنام كذا، هذه رؤيا باطلة، رؤيا باطلة ولا يجوز العمل بها، وبناء الأنصاب لا يجوز. نعم.